السلام عليكم بنات كبيرين، مرحبا بكم. كثير من الصحة، كثير من الحياتين والميماز، كل شيء بخير، ياك صحيحتكم لاباس ان شاء الله. البنات غادي نشارك معكم السوق، نهار السوق ديالنا كيفاش كيدوز. ويد دابا راه 12 جابوا التقضية، هو دا البنات الصدر ديال البيبي جابوه، قطعناه تا هو شربناه، غادي نشويوه ان شاء الله الغدا. جمعنا فيها البنات العطرية كاملة وقطعنا فيه الشحمة حتى هي باش كيجي فتيح. المهم بعد البنات الربيع الشيبة، هادشي راه ضروري كيجي من السوق، والخبز ديال المهم ديال السوق حتى هويا ضروري. البنات كنعجنو، هذا راه غير البهروك وصافي، ضروري كنعجنو، كنعجنو بزاف ديال الخبز باش كيقد. هادي البنات الخضرة، المهم سلاوي بطاطا سميتها، البصلة مطيشة، خيزو، بطاطا، وهذا الشفرجل غادي نوجدو معاكم ان شاء الله للعشاء. هدا اللحم البنات حتى هو غادي نديرو ان شاء الله العشاء، عندنا ضروري البنات نهار السوق تيجيو باللحم تنديروه للعشاء. والدجاج، المهم الدجاج راه كندوزو بيه السيمانة وصافي. بغيت نشارك معكم هذا الفيديو، كنتمنى انه يعجبكم. هذا البنات النياج تذكر العظم ديال الذره، المهم ملي كنطحنوا الذره تيبقى داك العظم ديالها، وتنولي نشعلوا به العافيه. انا درتو باش يهبى ورديت الماء الاتاي، هذاك ملي غيهبى البنات هو اللي غادي نشوي عليه. شوف المشيشات البنات زويناتهم، ايوا العروبيه بنات بلا مشيشات بلا سميتو البهايم بلا شي حاجه راه ما كتسماش عروبيه، كتشوف حتى هي في الكاميرا. يا مرت الوسيط هذاك تعمر في القطبان، سبحان الله البنات الناس هنايا عندهم ضروري الشوا نهار السوق، الا ما كانش الشوا بحنا ما عندهم حتى شي حاجه، بحنا ما عندوش السوق سبحان الله، ضروري تيجيبوا الباروك من السوق وصافي. مرت لوسي الاخرى صايره كتصيف النعناع، المهم كله واش نو تيدير معاونين على الشقه. حنا الناس راه عمرنا سميتو الشر منه وخليناه بحكم شي ساعه عاد باش غادي نشويو باش كيشرب هذيك العطريه، كيجي زوين وكيجي فتيح. وحتى ديروا فيها البنات معلقه ديال سميتها ديال الخل، هي كيجي شيش كيجي زوين، الخل ديال التفاح صافي. هاد العافيه ديالنا هبات حتى تجمر وغادي نشويو. المهم حنا في العربيه باش ما كنقضيو، ماشي ضروري يكون عندنا فاخر ولا كاين لواد تبارك الله تقضي بهم العجب. بالنسبة للدابا كياكلو الشوا وتنعمرو أتاي، وحتى العشية عادا كنحطو الفول وتنحطو داكشي ديال الكاوكاو والحلوى. سبحان الله باقي عندهم السوق، باقا عندو معنى في العروبية عندنا هنايا، باقا عندو معنى، باقا كنفرحو ليه أن غيجي واحد النهار ديال السوق. كنقولو ليه في السوق مغنديرو حتى شي حاجة، راه كلشي غادي يجيبوه منو. كاين سبحان الله كتمشي للمدينه ولا كتمشي لشي بلاصه ما عندهمش يقول لك السويقه غادي نمشي نتقدا وصافي، ما كاينش هذاك الجو ديال السوق. انا راه كملت القطبان كامل عمراتهم، المهم انا كنشوي حدا العافيه البنات باش الدخان كامل كيطلع مع البخاريه كما كيما كيرجعش للدار. الطبان ديالنا بداو تيطيبو، هو البنات التصدر ديال البيبي مكيبغيش سميتو يطيب بزاف كاع حيت كينشف. صافي
غير كتحسوا به انه تحمر صافي وكتحيدوا. ما تنساونيش البنات من الكومونتو الزوين ديالكم ولي لايك البنات، تنسونيش من لايك الى كملتوا الفيديو حتى الاخر. شوفوا البنات راهم تحمروا، انا بقيت كنشويو ونحط حتى كملت عاد جمعت كلشي وسميتو وسخنتهم، عاد باش نحط الرجاله ونحط العيالات مره واحده. كتبقاو تشويو وديروا وسط واحد الميكا كيبقى سخون، كترجعوا غير تسخنوه شويه صافي وكتحطوا ليه. شتو البنات راه تحمروا، جاو تبارك الله مزوينات وعم شهيتكم البنات واللي شهيتو يسمح ليا. كنبغي غير نشارك معكم نهاري وتبغي نشارك معكم المهم كيفاش كيدوز عندنا النهار، كيفاش كيدوز السوق. واللي بغى البنات انه سميتو قولوا لي الفيديوهات كيفاش كتبغيوهم، مثلا اشنو نخلي اشنو نبدل اشنو، راه الكومونتيرات ديالكم البنات كيفيدوني بزاف بزاف. هذوك الناس هذوك العظومه ديال البيبي ما حيدناش منهم اللحم بزاف، خليت فيهم شويه وحتى ما غادي نشرملتهم حتى ما غادي نشويهم. المهم هادو السرع عمرات اتاي ضروري باش من الخبز ديال الدار. ايوا نتلاقاو معكم ملي نتغداو. البنات غدينا وسالينا، ايوا دزت باش نرتب الخضره في الثلاجه، راني غسلت سميتها الثلاجه غسلتها مزيان ودرت الخضره في الشباكي وغادي نديرها في الثلاجه. تبارك الله راه كميه كبيره البنات ديال الخضره، ولكن تبارك الله عائله كبيره راه يلا يلا كتقدنا في السيمانه. هادي البطاطا وهادي البطاطا الحلوه غادي نديرها في شبكه حتى هي بوحدها، حيت كنخليوها برا الثلاجه كما كنديروهم في الثلاجه، هادشي اللي تيخسر اللي كنديروه في الثلاجه. انا البنات رتبت كلشي في الثلاجه وضروري البنات من اللبن البوديزات ديال اللبن ضروري. المهم عندنا حنا ما تيخطعناش اللبن. المهم حطيتو صافي، نظفتها مزيان البنات، غسلتها بالتيتو جافيل وعاد عاودت مسحتها بالخل، كتبقى فيها ريحه زوينه. كيما قلت لكم البنات الفرجه اللي غادي نشاركو معاكم العشاء، غادي نزل البنات باش نشرب العشاء. المهم غادي ندير الحماس، غادي ندير الحم ديالي غنديرو كامل. المهم البنات راكم تعرفوا تبارك الله اي حاجه طياب راه ما عندكم، عندي ما يتسالكم العائلات المغربيه تبارك الله كامل يعرفوا يطيبوا. عطريه كامله اللي كدار في المرقه صافي، غير حبيت انا نشارك معكم نهارنا صافي. تصبروا المدنوس البنات وبصيله شويه ديال الثومه. نقول لكم البنات تبارك الله الماكله في سميتو في الطين حاجه اخرى، والله البنات لحاجه اخرى تبارك الله، وما دقوق ماشي بحال الكوكوط ولا نديرو فيها، ولكن غير مره مره ملي كنكونو دربانين ولا نصيحه البنات باش يبقى عندكم الحماس مده طويله، حاولوا انكم ما ديروش فيه الماء بارد، كنت قلتها في واحد الفيديو اخر ما ديروش فيه الماء بارد، حاولوا حتى تسخنوا الماء عاد ديروا فيه باش ما يتفرقعش. الا كان الحماس سخون ولا طاجين وزدتوا فيه الماء بارد راه دغيا كيتفرقع. بالنسبه لهاد الحماس تبارك الله شحال هو عندنا
كنديروا فيه تبارك الله الحريره، كنديروا فيه المعلقه اي حاجه تسوى. صافي جمعنا هي كامله، غادي نزيد شويه الزيت. ملي كنخلي الزيت هو اللي يطهر نخليهم يجمع كلشي، وغادي نغطيو بالحار. ضروري نعود يكونوا مزيانين كنخدمو كنجمعو العويدات. توقيت الشتا كيكون كلشي ساهل. هكدا قال البنات، ضروري المرا المغربيه ولا سميتو العربيه هي اللي تكون مكلفة، تكون قادة براسها. شتو العويدات راه سخانين ودغيا العيط هي كتشعل. شتي علاش غنبقاو نستاهل كل بوطة وحنا كلشي عندنا، كلشي موفر تبارك الله. غادي نخلوها البنات يتقلى على خاطرو وندوزو باش نصايبو الخضره. بالنسبه للخضره انا غادي نخضر غير بالسفرجل والبطاطا، غنطيب السفرجل بوحدو وغندير البطاطا غادي نخضر بها اللحم هي والزيتون. السفرجل البنات راه باصح، انا بصراحه كنفعني فيه غير هاد القراد ولا الشفره هي اللي كتنفعني فيه في الحقيقه. هذه هي الوقيته ديالو البنات، خاصنا اي فاكهه ولا اي خضره نعرفوا القيمه ديالها في الوقيته ديالها. حيت اي خضره ولا ديك عندها الفوائد وعندها إذا كتفوت وقيتها صافي ما كتبقاش ليا. واخا ما عرفت مالو هاد العام كله مسوس كتروحي نصو. شتو الناس راه قاصح، راني كنضارب معاه باش كنقسمو. هذا البنات راه البلدي مش الرومي، البلدي كيكون صغير بالنسبه للرومي راه كيكون كبير كيكون مهم زوين، ولكن البلدي راه احسن في المذاق وتا في سميتو. ملي كيطيب كيجي الفرق مبدل على البلدي والرومي. حتى البنات المهم ما تديوش عليا وصافي، راه قاصح والله الا تنخبط فيه وما تيبغيش يتكسر. المهم انا تنبغي نشارك معكم البنات اي الفيديو كما هو، ما تنقص منه ما تنزيد، كما تنصورو كما تنحطو ليكم. نتمنى انه يكون يعجبكم المحتوى ديالي. صافي غادي نكمل الكميه كامله. انا راه غسلت البنات مزيان قبل ما نقطعو، حيت كتكون فيه بحال الصوفه خاصك ضروري تغسليه مزيان عاده باش تقطعيه، حيت لا غسلتي الحاجه قبل ماشي هي، حيت صافي كتقطعيها واخا كتغسليها ما كتغسليش مزيان. الاحسن انكم تغسلوا الخضره قبل باش تجيكم ساهله ملي تصايبوها باش تشيل لكم التراب. البنات انا كملت دابايا
غادي نديرو في الكوكوب، غادي نجمع ليه العطريه. كاين البنات اللي كيدير غير القرفه وسميتها وصافي، وكيدير بالنسبه للسكر باش غيعسلو. انا كيعجبني البنات ندير فيه القرفه وندير فيه شويه ديال التحميره، شويه ديال الملح وشويه الزيت، كيجي البنات اللون ديالو زوين. ما عرفتش نديرو نديرو حمايمر. وغادي ندير السكر، انا عندي السنيده فغادي نكتفي غير بالسكر. شوفوا البنات على الحيمات ديالنا راهم تقلاو على خاطرهم. صافي غادي نروي نصب عليه حتى يطيب شويه، عاد باش ارمي عليه الخضره. عارفين البطاطا راه دغيا كطيب ما كتهش الوقت بزاف، غنخليه حتى يطيب شويه يدخل فيه الطياب عاد نرمي عليه البطاطا. صافي البنات هنا طاب شويه حيت خاد الوقت في التقليه، فدغيا طاب. غادي نرمي عليه البطاطا، غادي ندير شويه الزيتون ضروري والحامض، فلفله حاره. شوفوا البنات والله الا تبارك الله طاب حتى الضغمه. صافي تاع البنات غير البطاطا المحلوبه والبطاطا العاديه حيت مغدين فما غاديش يتعشاو مزيان. المهم داكشي اللي كاين راه غادي يكفي. هنا البنات رميت البطاطا كامله، زدت شويه الزيتون الحامض، الفلفله الحاره ضروري الويسيت كيبغيوها وتيحماقوا عليها وحتى انا عزيزه عليا. صافي وغادي نسد عليه نخليه يطيب. يطيب على خاطره والبنات. هذا سفرجل حتيت ليه الجمر حطيته حتى هو راه تبارك الله قريب يطيب ما بقاش ليه بزاف. المهم غادي يجي مع العشاء قد قد. ها انتم البنات الحماس ديالنا طاب تبارك الله، شوفوا جا مدغمر من داكشي. صافي وحطينا العشاء البنات، حطيت العشاء وحطيت فوق منه هذوك السفرجل. كنتمنى يعجبكم الفيديو البنات، وما تنساونيش من اللايك ديالكم.